الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، يسر لنا هذا الفوز رغم الصعوبات اللي يعني اللي عند الفرقه، لان عندنا مشكل كبير بزاف. الفرقه ما يتريني ما والو، ديما تلقاو مشكل في الشوط الثاني. وتنتمناو من الله سبحانه وتعالى، من المسؤولين، يشوفوا من حال هذه الفرقه هذه، هي اللي تمحنات بزاف، اللي ديما مدير بلاصيه كتستقبل عند الخصوم. وانا يعني عندي واحد الملاحظه يعني نتكلم على المكتب المسير اللي لعب المقابلات عند الفريق المنافس، يعني عند الفرق المنافسه، بحال مثلا المقابله اللي استقبلناها عند تطملير، كذلك المقابله اللي استقبلناها عند خريبكه. كان يمكن يكون العكس، مثلا كان خاصهم يستقبلوا في خريبكه، يستقبلوها في تطملير، ويستقبلوا تطملير في خريبكه، وخسروا يعني خسرنا نقاط كثيره بزاف، وتمحنا ماديا ومعنويا، والفريق ما عندوش من يتريني. نتمنى من الله سبحانه وتعالى المسؤولين يشوفوا من حال هذه الفرقه هذه، لان تمحنا بزاف وتعذبنا. وتنشكر الناخب الوطني السي هشام الدقي، اللي لولاه ما كناش غادي هذه الفرقه ما كانش غادي تكمل. يعني انا يعني تمحنت وما بقيتش مع الفرقه، السي هشام الدقي هو اللي يعني بالمجهودات ديالو هذه الفرقه هذه كملت. تنشكر كذلك الزوجه ديالي واللي هي امينه المال، وتنشكر كذلك الحاجه فاتحه المسعودي اللي تعاونت مع الفرقه وما خلات ما دارت، كذلك السي توفيق مول ترونسبور الله يجازيه بالخير اللي تيتمحن معنا كل اسبوع. وتنتمناو من المسؤولين يشوفوا من حال هذه الفرقه هذه، راه تمحنا بزاف. كذلك تنشكر رئيس العصبه الوطنيه لكره القدم المتنوعه السي طه المنصوري، اللي اتصل بيا وعرض عليا الخدمات ديالو بالنسبه للقاعه المغطاه بمدينه اكادير، قال لي اللي بتستقبل في مدينه اكادير مرحبا بك، الله يجازيه بالخير. حنا تنتمناو المسؤولين يشوفوا من حالنا ويعطيونا القاعه المغطاه كيفنا كيف باقي الفرق. حنا بينا حنا الحصص ديالنا دابا الدوره 8، اليوم لعبنا الدوره 8 ولحد الساعه باقي ما تريناش يعني ولا حصه واحده داخل القاعه المغطاه، والله يدير اللي فيها الخير وصافي.